السلام عليكم ورحمة الله، أتمنى تكونوا كاملين بأحسن حال. اليوم غندير لكم العسل بالطريقة الصحيحة ديالو وبالطريقة السهلة. ردوا معايا البال مزيان الطريقة والمقادير، كيجي واعر. شوفوا معايا لا تيكستور ديالو، شوفوا اللون ديالو، ما عمرو كيدي تورنا يولي سكر أو اللي يقصح لكم في الشباكية، وكيبقى لا ما عند الشباكية ديالكم ولا المعسلات اللي غديروا به كيف ما هي. ردوا معايا البال الطريقة والمقادير، ومرحبا بالجميع. قبل ما نبداو الفيديو بغيت نقول لكم بالنسبه للناس اللي كيبغيو دي كوكوت في هذا رمضان، هادو عندنا دي كوكوت واعرين. هاد لا مارك هادي بوحدها سميتها كلاسيك ايفينوكس، لا مارك ايفينوكس ديال البرتغال. لا كاليتي ديالها حاجه تاع الدوام، اينوكس فري اينوكس، لا كاليتي توب. الواحد ياخذ كوكوت تاع الدوام. اللهم يسر اللي بغى يتواصل معنا على الرقم اللي كيبان في الشاشه، راه كنديروا التوصيل في المغرب كامله، ومرحبا بالجميع. بالنسبه للمقادير ديال العسل ديالنا، ردوا معايا البال مزيان. دائما كميه السكر كتكون دوبل كميه الماء. هنا عندنا 2 كيلو تاع السكر، عندنا اترو ديال الماء، درنا 5 كيلو ديال السكر، غنديروا شحال ديال الماء؟ 2 لترونس ديال الماء. ديما السكر دوبل ديال الماء. هنا كما قلت لكم 2 كيلو ديال السكر، اترو تاع الماء اولا كيلو ديال الماء. عندنا واحد 3 طروفة ديال الحامض. في التنسيمه انا درت شويه ديال الفاني، واحد المعلقه 2 معلقات ديال ماء الزهر. بالنسبه للناس اللي باغين يديروا عواد تاع القرفه، يديروا اللي بغاو يديروا. انا المهم نستمتع بهذه التنسيمه. هذه التنسيمه كتبقى على حساب الذوق ديالكم. انا نستمتع غير بشويه الفاني، نقيطه الفاني وشويه ديال ماء الزهر. في واحد الكوكوت ردوا معايا البال، نفس الكوكوت اللي كتباع عندنا في المتجر ديال بيفشكان، ايفينوكس هذه لا كاليتي اينوكس فري اينوكس، كنديروا السكر ديالنا مع الماء بهذه الطريقه هذه، كنضيفوا عليهم جميع المكونات، كنديروا ايضا الحامض، وكنضيفوا داك ماء الزهر والتنسيمه ديال الفاني. اللي ما بغاش يدير الفاني مثلا يقدر يعوضوا بعواد القرفه، كاين اللي غيعوضوا مثلا مثلا يدير ماء الورد، شويه ماء الورد مع ماء الزهر كيعطي واحد لوغو في الشكل. كاين اللي غيدير القشره ديال الليمون تعطيه حتى هي، تعطي واحد لوغو واعر تبارك الله. انا هنا درت الفاني كما شفتوا، وكيجي بها حتى هو بنين ما شاء الله. دابا غادي نسدو الكوكوت ديالنا. ملي درنا المكونات كاملين غنحركهم هو الاول بواحد لالوش اولا واحد الخشبه. ردوا معايا البال، سهله الطريقه ديال العسل. الا درتوها الطريقه كلشي كلشي غتخرج له العسل، عسل خطيره تبارك الله. ملي حركنا الخليط ديالنا غنسدوه وغنشعلوا العافيه. العافيه غنديروا عافيه عاديه، عافيه مجهده يعني عاديه، فهمت؟ يعني ما نقصوها بزاف، ما نديرو العافيه مهله، العافيه متوسطه، العافيه جهد البوطه ديالك عادي. ردوا معايا البال، غادي نسد الكوكوت ديالي. راني شعلت دابا العسل ديالي وغنخليه يطيب حتى يوصل للمرحله ديال نسمعوا الصفاره. التصفيره الاولى اللي غادي تشدوا العبار ديال نص ساعه حتى 35 دقيقه بالضبط، وغطفيو على العسل ديالكم. ردوا معايا البال دابا شنو غادي ندير. انا راني سديت الكوكوت ديالي مزيان. دابا شوفوا معايا اون فوا غنوريكم التصفيره الاولى كيفاش غتسمعوها بالضبط. ها انتم كما كتسمعوا، انا بغيت نخلي الصوت تاع الفيديو، كتسمعوا واحد الصوت اون فوا كيبدا هذا الصوت. هذا ديك الساعه اون فوا سمعنا التصفيره الاولى نقصنا العافيه، درنا عافيه مهيله وخليناه نصف ساعه. ردوا معايا البال شنو هنا شتو، فوق العشرة خصها توصل لولي فوق الربعة، هي هذيك نص ساعة حتى 35 دقيقة، تقدروا تزيدوا مازال 5 دقائق، من الأحسن 35 دقيقة باش كلشي يستقلوا نفس الريزولتا. يعني و 25 غادي نطفي عليه أنا ديك الساعات. وهنا درت عافية مهيلة، إلا ما نقصتوش العافية شنو غيطرى؟ غادي تحرق العسل ديالكم. من الأحسن نقصوا العافية في ديك المرحلة من التصفيرة الأولى تتفوت نص ساعة 35 دقيقة. هيا فاش ولات تقريبا و 25 غادي نطفي العسل ديالي صافي، ونخلي الكوكوت ديالي يخرج من هذاك البخار كامل، ونحيد لها الصفاره ونخليها تخرج كامل داك البخار، ونحل عليها. هيا العسل ديالي واجده بلا تعقيد، بلا زيد هادي نقص. شتو البروسيدور كي داز؟ اللهم بارك. دابا كما كتشوفوا هي العسل ديالي اللي سيني بانها طابت وبانها ناجحه. اول حاجه هي كتجي هكا جاريه، الى لقيناها ثقيله نعرفوا بان فوتنا لها الطياب. كتجي خفيفه هنا، وشوفوا القشوره هاد القطع تاع الحامض ولاو قهوين الوسط. الى كون كانوا بيضين راه مازال ما طابت، ولكن ملي ولاو قهوين راه طابوا، فهمت؟ يعني العسل ديالنا ناجح مليون في المية. وشوفوا اللون ديالو داير كي
باش نقول لكم ذهبي ذهبي برتقالي. شوفوا معايا هذه الخطوه هذه، هزيت شويه العسل خويته فوق الرخامه ديالي اولا الطبله ديالي. علاش شنو كندير هنا؟ كنتسناه يبرد باش نشوف لا تيكستور ديالو واش غيتقال. هو ان فوا يبرد خصو يتقال شويه، فهمت؟ يعني ماشي يتقال، يعني غير يتقال شويه، غير يتعلق، فهمت؟ شويه غادي نقيسو بالصبع ديالي كما كتشوفوا هنا، وغادي الى لقيتو تعلق 100% راه العسل ديالي نجح. واصلا هاد هاد الحوايج اللي قلت لكم دابا ما تحتاجوا كاع ديروهم، بمجرد ديروا الخطوه كما قلت لكم نص ساعه 35 دقيقه وطفيو الكوكوت ديالكم، من التصفيره الاولى ديال الكوكوت صافي راه العسل ديالكم ناجح 100%. هذا ما كان، شوفوا معايا العسل كي كيجي اللهم بارك، كيبري كيجي كي بعدا كيدخل مع الحاجه هاد العسل هذا وكيعطي هذاك البريونس اللي كيبقى الدوام وما عمرو كيدي تورنا، حيت السكر وصل لواحد النيفو ديال الطياب ما يمكنش يدي تورنا. شنو كندير هنا؟ كنصفيه فواحد الغربال كنديرو فشي حاجه ان شاء الله. ها نتوما دابا العسل ديالي ملي نبغي نخدم به شي نهار نقدروا غير نسخنو، حيت الغد ليه غنخليه حتى الغد ليه عاد غادي نقدر نخدم به. علاش ديك العمليه؟ على حساب العسل ديالي يرتاح اول حاجه، ثاني حاجه لي فليفر او المذاقات اللي درناها فيه يطلعوا مزيان، وديك الساعات الغد ليه نقدروا غير نسخنوه شويه ونبقاو ندوزو فيه الشبكيه ديالنا او لا هذا ديالنا، ما كاين حتى مشكل. ها نتوما غربلنا باش نحيدوا كاع الحبيبات السكر، شي حاجه باقيه تما، هادو القشور هاد الحامض كلشي داكشي تحيد. ها هي الريزولتا كما كتشوفوا، غنخليه حتى الغد ليه عاد غنبدا الخدمه به. وهاد العسل كيبقى شهور على شهور، سنه كامله ما يطرى له والو. العام الجاي تقدروا تخدموا به عاوتاني في رمضان، كيبقى كما هو. شوفوا معايا بعد الغد ليه كيف ولا هو، كيفاش كنحصلوا عليه. مازال ما شادش بزاف راسو، يعني غير شويه تسخينه ونخدموا به نيشان. هذا ما كان، هذه الريزولتا النهائيه. نتمنى ان الفيديو يعجبكم، ما تنساوش ديروا لايك بارطاجيو، خليوا تعليقاتكم كما ديما. شكرا لكم بزاف، السلام عليكم ورحمه الله.